فون يعني. انت هتشغل المكامير بتاعتك ولا هتوقفها؟ لا هوقفها طبعا. وبعدين؟ بس بعد الثلاث شهور بشتغل. بعد ثلاث شهور؟ بعد ثلاث شهور بيشتغل تاني. طب هي الثلاث شهور دي بس بقى يعني عشان الجو بعد يتحسن؟ اذنك بس عشان عشان الجو يتحسن، عشان السحابه السوداء اللي هي مقصره القاهره، المسافه بيننا وبين القاهره 30 كيلو. تمام. السحابه السوداء، السحابه السوداء اثناء دلوقتي حرق قش الرز، فبيجي يقول لك بدل ما تبقى الضغط على القاهره بنسبه 100% نقلل شويه، يعني نوقف المكامير ونحاول نسيطر على الموقف. هو ده موضوع قش الرز، موضوع السحابه السوداء. طبعا احنا كنا نتمنى ان يكون معانا المهندس احمد ابو سعود رئيس جهاز شؤون البيئه بوزاره البيئه، بس الراجل يعني قال ان انتوا طولتوا عليا ومشي، لكن الاستاذ محمد ابو الوهاب بيقول لي ده مش علشان. اتفضل يا حاج ياسر. اولا بالنسبه للمكامير، مكامير الفحم وضع حضرتك، احنا بنقف 15/9 نشتغل 15/12، ده وضع طبيعي. ليه بس تعديل بسيط على استاذ محمد، بالنسبه لمحمد الصوالحي ده راجل عنده فكره بيقدمها للوزاره وليس شغال بالوزاره. بغض النظر، لا عشان بس شغال بالوزاره. من ناحيه الوزاره مستفيده مننا؟ لا طبعا الوزاره مش مستفيده حاجه يعني. يعني ده احنا احسن واحد فينا في الوقف ده ما بيكونش معاه يعني مصاريف جيب، يعني مش مربحه للدرجه اللي هي يعني. بس لو مش مربحه ما تشتغلش فيها. ما اديني هات لي شغل تاني وانا اشتغل يا فندم. هو ده الرد يعني؟ لا ماشي، لا هات لي شغل تاني وانا اشتغل. معلش بس يعني انا مش راضي. يعني ايه تفسيرك لانه انتشار الشغل في المكامير الا اذا كنت لا طب حضرتك مش بتصدر يا فندم؟ مفيش عماله، مفيش شغل. طيب بتصدر؟ بتصدر مفيش شغل للعماله ومفيش شغل طبعا بصدر. بتصدر لمين؟ بصدر في انجلترا، في لندن بالتحديد. يعني ملحوظه بقى بالنسبه للتصدير لاسرائيل، انا ما بصدرش لاسرائيل وما اعرفش حد بيصدر لاسرائيل. وبعدين لو حد بيصدر فحم، وبعدين لو حد بيصدر فحم لاسرائيل فهمني بس بعد اذنك. في صور لو في تصدير فحم لاسرائيل لو في تصدير فحم لاسرائيل بص حضرتك يعني في بالنسبه لاسرائيل انا مش معترض على التصدير لاسرائيل حضرتك يا فندم، احنا بنصدر غيرها والتصدير مش مشكله. ايه مفيش مشكله، ما هي السوق يعني اعملها كده لو سمحت. بص حضرتك دي المشكله، هي المشكله مش في التصدير الاسرائيلي هنا. ايوه المشكله دي بقى اشرح لي بقى ايه اللي موجود ده بقى. دوت كلام بالعبري وخبر سيادتك. الاخطر ما يكون اللي انا عايز اتكلم عليه. بص حضرتك اسرائيل عامله ايه؟ عامله ايه بقى؟ عامله علامه خطر وتحذير، وبتقول الشعب بتاعها، بتقول له ان ده بيطلع المنتج نفسه بعد ما تصنع بيطلع غاز اول اكسيد الكربون القاتل، واستخدامه في المنازل يقتلك في اي مكان مغلق يقتل، واخد بالك؟ فبتحذر الشعب اليهودي، ما بالك احنا؟ طب احنا اللي بينتج عندنا اللي هي اسرائيل نفسها منعها في الضفه الغربيه. ملك الاردن بقى يعني استاذنك يا استاذ محمد، استاذنك يا حاج، انا معايا المهندس.